كما نظمت اللجنة الإعلامية الانتخابات 2018 فعالية مراجعة جداول الناخبين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك للمساهمة في حث مراجعي وموظفي الوزارة للتأكد من وجود أسمائهم في جداول الناخبين. جاء ذلك ضمن المساعي التي أوصت بها اللجنة التنفيذية للانتخابات التي أطلقت مبادرات عدة في هذا الشأن، من بينها منصات ميدانية ونشر المواد الإعلامية الإخبارية في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، ما يسهم في ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية بالانتخاب والترشح. هذا ويمكن للناخبين كذلك التأكد من أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني أو زيارة اللجان الإشرافية لغاية 3 أكتوبر في محافظات المملكة الأربع، وهي العاصمة ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات، البحرق ومقرها مدرسة الهداية الخليفية الشمالية ومقرها مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات، والجنوبية ومقرها مدرسة المستقبل. احنا اليوم لجنة الإعلامية للانتخابات جايين وزارة العدل نشيك قيد الناخبين، نساعد الناس ونسهل عليهم المراجعة حق الانتخابات، وإذا كان عندهم أي شيء خطأ ولا بياناتهم مو موجودة نوجههم على المراكز اللي لازم يعدلون فيها بياناتهم، وكلنا موجودين هنا على بالواجب. تشيكت رقمي الشخصي، طبعا كانت المعلومات صحيحة بالنسبة للعنوان، والدائرة هي الدائرة طبعا الشمالية اللي أنا قاطن فيها. طبعا هذه خطوة ممتازة جدا، سابقا كان في خطوات إعلامية لما كانت موجودة على الإعلانات اللي موجودة في الشوارع والإنترنت والموقع الرسمي، لكن نزولهم إلى هذا المكان خاصة في وزارة العدل مكان حيوي جدا، هذا يثري يخلي الإنسان يعني يكون لك أقرب وأقرب إلى نحن كأشخاص. هي فكرة ممتازة بالنسبة حق الناخب، تأكد من بياناته كلها موجودة في الجدول، وإذا في أي شيء يقدر يتنسق مع اللجنة اللي هي تعدل بياناته وإرشاده في نفس الوقت. اختصرت جهد كبير لفئة كبيرة من الناس خاصة كبار السن، واختصرت بعد وقت على أساس اللي الوقت نفسه اللي الواحد ما قدر يشارك فيه، يعني يتأكد سوري من بياناته وكذي، إنه هو يتأكد قبل فترة وايد كافية.